انا اصلا ما بحبش اتفرج على نفسي وبخاف وبتوتر ودايما بشوف نفسي مش كويسه. بتطلعي بتنتقدي شغلك؟ وباخد دايما الفيدباك من الناس الاونست اللي حواليا اللي ببقى يعني حاسه ان هم مش ممكن هيخدعوني. فانا قاعده بتفرج مع امي من اول حلقه لحد يا احمد الحلقه 27، ما فيش اي تعليق من امي خالص، ولا يا حبيبتي جميل، ولا في المقابل بقى اي حد في المسلسل ده او في اي مسلسل تاني، الله هايل، الله تجنن، دي اصبها جميله يا حاجه. انا على فكره هي انا هنا. لا ده انا في يوم مشهد مهم جدا بالنسبه لي، والمشهد ده دراعي وقف فيه وضغطي وطي وجابوا لي حاجه مسكره، اللي بزق مدام هاله فيه اللي بقول لها غوري غوري ده خلاص، كنت لاني كنت حاسه ان انا بجد كان هيحصل لي حاجه، ولقيتهم بيسقفوا في اللوكيشن وانا مش سامعاهم، لا كان حاله. فاول ما جه المشهد ده قلت لها ايه رايك يا ماما في المشهد ده؟ قالت لي انا بتخض لما بشوفك عنيفه، انا بتخض، وقامت ماشيه وسايبه. انا متخيله وهي بتتك انا بتخض لما بشوفك عنيفه. يا بنتي العزيزه بقى جلطه، انا كان هيجي لي جلطه، قلت خلاص انت انا انتهيت. بعدين يجي لي مكالمات، الناس كلها عماله تقول لك تمام وماما وسهير المرشدي بتتخض. لحد يوم 27 لقيتها فجأة ضحكت، ضحكتها الشهيرة. أيوه. لازم مرة تجيبها هنا وتضحك لك الضحكة دي. بتجيبها بلاقي الحلمة. لا 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 ضحكة مجلجلة هتجيب لآخر الشارع. وفجأة لقيتها بتقولي أحسنتي. تأحد.